بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم عزيزاتي طالبات الصف الرابع في جزئنا الثاني من القراءة ونص آمنة محمود الجيدة. فلنبدأ درسنا اليوم في هذا الجزء برؤية وزارة التعليم والتعليم العالي، وهي الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، ورؤية مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. مرحبا بكم في مادة اللغة العربية، لغتنا الجميلة التي تزخر ب28 حرفا من اللغة العربية. فمرحبا بكم، أسعد الله صباحكن بكل خير. طالباتي العزيزات، أهلا وسهلا بكن في حصتنا لهذا اليوم وفي جزئنا الثاني من درسنا لنص آمنة الجيدة في القراءة. وقبل أن نبدأ جزئنا الثاني نتدرب على بعض الكفاءات. هاتي جمل من عندك تشتمل على فعل مضارع وأخرى تشتمل على فعل ماضي. ما هو الفعل المضارع؟ هو الفعل الذي يحدث الآن أو في المستقبل. وما هو الفعل الماضي؟ هو الفعل الذي حدث وانتهى. وهنالك أحرف للفعل المضارع وهي الألف، النون، التاء والياء، نستطيع أن نميز بها فعلنا المضارع. مرحبا بكم مرة ثانية في جزئنا الثاني من آمنة الجيدة، ويتحدث هذا الجزء أيضا عن نشأتها، تعليمها، جهودها في تعليم البنات، أثرها في نهضة التعليم. فمرحبا بكم عزيزات الطالبات. عنوان الدرس آمنة الجيدة، وأهداف درسنا: يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة معبرة، يفسر معاني المفردات من خلال السياق تفسيرا مناسبا، يستنتج الأفكار الرئيسية والتفاصيل للفقرتين الثالثة والرابعة استنتاجا صحيحا. ومعايير قراءتنا الجهرية ما هي؟ إنها وضوح الصوت، تمثيل المعنى، واللغة السليمة، ومراعاة علامات الترغيب. قرأنا في جزئنا الأول الفقرتين الأولى والثانية، وهنا في جزئنا الثاني نقرأ الفقرتين الثالثة والرابعة. اقرأ الفقرتين جيدا. هذه هي فقرتين الثالثة والرابعة. اقرأ الفقرتين جيدا وأجيبي على الأسئلة. في فقرتنا الثالثة حفظت السيدة آمنة الجيدة القرآن الكريم في الكتاب على يد الشيخ حامد بن أحمد، ثم أكملت تعليمها حتى الصف السادس الابتدائي. وخلال هذه الفترة كانت مثالا للطالبة المجتهدة التي تراجع دروسها وتؤدي واجباتها بانتظام وتواظب على قراءة القرآن الكريم والكتب الدينية المتنوعة، وخاصة كتب السيرة النبوية. ومن خلال هذه الفقرة
نريد أن نتعرف على بعض معاني الكلمات. ما معنى كلمة تواظب؟ من تجيب من خلال هذه الفقرة عن معنى هذه الكلمة؟ نعم، أحسنت، إنها تداوم، تداوم على قراءة القرآن. ما معنى كتب السيرة النبوية؟ أحسنت، نعم، إنها الكتب التي تحكي سيرة رسولنا الكريم محمد صلوات الله عليه وسلم. من خلال هذه الفقرة، إذا أردنا أن نستنتج الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة، نستطيع الإجابة على بعض الأسئلة حتى نكون هذه الفكرة. على يد من حفظت السيدة آمنة الجيدة القرآن الكريم؟ إلى أي صف أكملت تعليمها؟ من خلال هذين السؤالين نستطيع أن نكون الفكرة الرئيسية لهذا الجزء أو لهذه الفقرة من النص. فكرتنا الرئيسية في هذا الجزء هي إكمال تعليم السيدة آمنة حتى الصف السادس وثقافتها الدينية. فقرتنا الرابعة جهودها في تعليم الفتيات. تبنت السيدة آمنة الجيدة مبدأ المساواة في التعليم بين جميع أبناء المجتمع القطري وخاصة الفتيات، التي وجدت السيدة آمنة صعوبة بالغة في اقتناع الأسر القطرية بضرورة تعليمهن، ومن أجل هذا المبدأ اتخذت من بيتها الذي تحول إلى ما يشبه المدرسة مكانا لتعليم الفتيات، ومع ازدياد أعداد الطالبات لم يعد البيت يتسع لهن، فاستأجرت بيتا آخر لتعلم فيه الطالبات، وبالمثابرة والعمل الدؤوب المتواصل تحقق حلمها بافتتاح أول مدرسة نظامية لتعليم الفتيات، وهي مدرسة بنات الدوحة، وذلك في عام 1955 للميلاد، وعينت مديرة لها. من خلال هذه الفقرة نريد أن نتعرف على معاني بعض الكلمات. ما معنى كلمة تبنت؟ تبنت السيدة آمنة الجيدة مبدأ المساواة. من تجيب؟ نعم، إنها أخذت به أو تبنته. ما معنى كلمة بالغة؟ من تجيب؟ أحسنت، إنها كبيرة. لنتعرف على الفكرة الرئيسية أيضا في هذه الفقرة، نستطيع الإجابة على الأسئلة التالية: ما المبدأ الذي تبنته السيدة آمنة الجيدة؟ ما الصعوبات التي وجدتها السيدة آمنة الجيدة؟ من خلال الإجابة على هذه الأسئلة نستطيع أن نكون الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة، وهي: ما هي فكرتنا الرئيسية؟ نعم، جهود السيدة آمنة الجيدة في التعليم وافتتاح أول مدرسة نظامية للبنات. أملأ الفراغات التالية بالمعنى المناسب للكلمات التي تحتها خط فيما يأتي. كانت تواظب على قراءة القرآن الكريم. ما معنى كلمة تواظب؟ نعم، تداوم. وكانت خلال هذه الفترة مثالا للطالبة المجتهدة. ما معنى كلمة مثالا؟ من تجيب؟ أحسنت، طالبات العزيزات المتفوقات دائما، نعم، إنها نموذجا. تبنت السيدة آمنة الجيدة مبدأ المساواة في التعليم. ما معنى كلمة تبنت؟
أحسنت، نعم، أخذت به. أكمل الجمل الآتية بحسب ما ورد في النص. حفظت السيدة آمنة الجيد القرآن الكريم في الكتاب على يد من حفظت القرآن؟ نعم، على يد الشيخ حامد بن أحمد. أكملت آمنة الجيدة تعليمها حتى الصف. أحسنت، حتى الصف السادس. إنها إجابة صحيحة. بارك الله فيك عزيزتي الطالبة. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. ما أبرز المؤلفات التي اطلعت عليها آمنة محمود الجيدة؟ هل هي مجلات التربية والتعليم، أم الكتب الدينية المتنوعة، أم دواوين الشعر القدامى، أم قصص أبطال قطر؟ من تجيب؟ ما هي إجابتنا الصحيحة؟ نعم، إنها الكتب الدينية المتنوعة. تعلمنا في درسنا اليوم عن آمنة محمود الجيدة، تكريمها، وفاتها، تعليمها، جهودها في تعليم البنات. في هذه الفقرة ركزنا على جهودها في تعليم البنات. إلى أن نلتقي في الجزء الثالث من نصنا آمنة محمود الجيدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.